قادر اعبر عن فرحتي لقناة السويس، مش قادر اعبر والله. انا مبكي عشان من فرحتي لقناة السويس. ربنا يجعله مبارك على مصر كلها وعلى اولاد مصر كلها، ويعمر البلد دي يا رب، يبعد عنها الاشرار. ايه رايك؟ يبعد عنها الاشرار. ايه رايك في عندي اكتر من كده؟ عندي ايه؟ ما عندك شيء. ايه رايك في الناس اللي كانت قايله ان المشروع ده مش هيتم ومش هيتم؟ كلاب، دول كلاب، الكلاب السعرانه. هم اللي عايزين يدمروا. احنا هندمرهم ان شاء الله. احنا هندمر الناس دي ان شاء الله. الشعب ده مش شعب اي كلام، لا، الشعب ده شعب عظيم، والناس دي عظيمه. الشعب ده عظيم، مش هينكسر ابدا قدام الكلاب دول. عظيم ليك يا حاج، الله يجزيك خير يا بنتي. دايما نشكر بنتك على خاطر ونجاح المشروع بتحقيق افتتاح قناة السويس ومفتاح حريه.